الحتتين اللي فوق واللي تحت خليهم على الهيد بتاعك. ماشي؟ لا. براحتك براحتك خالص براحتك خالص يا أكبر أحلى مهندس في الدنيا دي والله العظيم مهندس كبير بس محمد مهندس كبير لن ترتوي قلبي إلا بنفحة الإيمان ولن تبتحري يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمن جهل الناس ما في قلبي فعلم الفؤاد أن له إلها بصيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي فأنا لن أترك قلبي بين يديك أسيرا وكيف أحمل لهذا الكون هما وقد علمت بأن لهذا الكون إلها يحسن التدبير وهو القائل في محكم كتابه وكفى بربك هاديا ونصيرا سبحانك ربي أنت القائل يا ابن آدم وعزتي وجلالي إن أعطيتك الدنيا انشغلت بها عني وإن منعتها عنك انشغلت في طلبها عني فمتى تتفرغ لعبادتي وتوحيدي وذكري فوعزتي وجلالي من لم ينعم بذكري في الحياة الدنيا لم ينعم برؤية وجهي يوم القيامة وكتب الله على ساق عرشه قبل أن يخلق الخلق وإني لغفار لمن تاب وأناب أصلي وأسلم على من تلقى نعيه حال حياته فقال له ربه إنك ميت وإنهم ميتون لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب في الأرض أحمدا في السماء محمدا وعند الله مقرب محبوب أيها الإخوة المؤمنون عود كريم إلى كتاب الله عز وجل إلى مأدبة القرآن الكريم في أرض الله تعالى في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام وداعا لأمنا الغالية المربية الفاضلة فقيدة قبيلة العبد بجمهورية مصر العربية وعائلة العوامرة بجنوب بورسعيد لذا مشاطرة لكل السادة أصحاب الأدب والواجب داعمو محافظات جمهورية مصر العربية الحاج السيد محمد عامر والحاج سليمان محمد عامر في ليلة وداع أمنا الغالية التي فاضت روحها الطيبة إلى خالقها جل في علاه في أحب الأيام إلى الله عز وجل من شهر شعبان لعام 1442 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم لذا هيا بنا كل منا يستعد ليعيش ويتعايش مع القرآن الكريم فمن لم يهزه العود وأوتاره ولا الربيع وأشجاره ولا القرآن وأشجاره
فهو قليل المزاج بل يحتاج إلى علاج، وليس هناك علاج أفضل من القرآن الكريم، وليس هناك علاج أفضل من سماع القرآن الكريم من صاحب الصوت المميز والأداء المميز، والذي صوته حير الآذان والأذهان وحرك القلوب، القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروتي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمحكم الدولي في المسابقات القرآنية العالمية ومؤسس معهد الطاروتي لإعداد القراء والمبتهلين والمحيط بطاروت مركز الزقازيق، ندعوه الآن إلى منصة التلاوة ليتلو علينا من آيات الذكر الحكيم. محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا وإن تكفر فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماء إن يشأ يذهبكم
وكان الله على ذلك قديرا. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وكان من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.
وكان الله سميعا بصيرا. يا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله إن يكن غنيا أو
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل فقد ضل ضلالا بعيدا يا والكتاب الذي نزل على رسولي والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن لم يكن الله ليغفر
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. سبحانه وتعالى عليك. ما شاء الله ما شاء الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إنكم إذا مثلهم
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح الناس ولا
عليك. نعم. فتح عليك يا سيدنا ما شاء الله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مذبذبين بين ذلك ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. سلم يا رب سلم. تجد لهم نصيرا.
إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله إلا الذين تابوا وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم
التي كانت من صورة النساء التي مدح الشاعر فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: البقرة وآل عمران آمنت برسالته المحمدية، ونساؤه ذوات المائدة القرآنية، وأنعامه ذوات الخلوة الفردية، وأعراف أمته أتت بالأنفال فوزعت على أهل التوبة من الأمة المحمدية، واستغاث به يونس عليه السلام من الظلمات الكافرية، وجمل الله به هود عليه السلام فنال الرتبة العليا، واستمد يوسف عليه السلام جماله من طلعته البهية، والرعد يسجد له شاكرا سمعه الخليل إبراهيم في الحجر، وله دوي كدوي النحل في الخلية، لذا أسري به صلى الله عليه وسلم إلى الكهف فآمنت به مريم الصديقية. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة، والتي عطر بها هذا المكان القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروتي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمحكم الدولي في المسابقات القرآنية العالمية ومؤسس معهد الطاروتي لإعداد القراء والمبتهلين والمقيم بطاروت مركز ومدينة الزقازيق. لذا كل الشكر والتقدير إلى كل السادة القضاة والمستشارين والسادة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والإدارية بمحافظتي بورسعيد والشرقية، شرف بهم جميعا هذا المكان لأداء واجب العزاء. لكل السادة أصحاب الأدب الحاج السيد محمد عامر والحاج سليمان محمد عامر في ليلة وداع الأم الراحلة فقيدة قبيلة العبدة بعموم محافظات جمهورية مصر العربية وعائلة العوامرة بجنوب بورسعيد، والتي أسأل ربي جل وعلا أن يجعلها برفقة سيدنا رسول الله في الجنة.